يعطيكم العافية أخوتي وأحبتي جميعا. في كتير سألوني عن إشي اسمه رياضة روحية، شو معناها وكيف نقدر ندمج رياضة يلي متعودين عليها للجسم مع الأمور الروحية. بالمبدأ الرياضة هي أسلوب، نعم، للجسم لتطوره لنموه بالشكل الصحيح، المحافظة عليه أيضا من خلال وسائل، من خلال حركات، من خلال نظام غذائي يلي بالأخير يرجع بالفائدة على الجسم. هذا هدف الرياضة الجسدية. ولكن أيضا هناك ما يسمى الروح داخل الإنسان، الذي هو حضور الله بهذا الشكل الروحي داخلنا، داخل الإنسان، وبالتالي بحاجة لنمو لهذا الروح من خلال وسائل الصلوات والقراءات الروحية، حياة للدسين. فهذه الأمور كلياتها نضعها تحت إطار اسمه رياضة روحية لكي ينمو هذا الروح بالشكل الصحيح ويتقدم في إيمانه، في حياته الروحية هذا الشخص، لكي يعيش الروح، روح المسيح، روح الله وتعاليم المسيح في حياته، لكي يطبق هذا الإيمان على أرض الواقع. ومن هون بحاجة كل فترة وفترة لرياضة روحية للأشخاص، للجماعات أو للأفراد أيضا. لا يقتصر الشيء فقط على جماعات أو الكهنة، وإنما أيضا العلمانيين يعني المؤمنين بحاجة لنوع من انسلاخ، ابتعاد عن ضجة العالم، عن كل ما يؤثر على داخلنا، على الروح يلي فينا، على إيماننا. مرات كتير إحنا كمان منفوت في نوع من تساؤلات، كثير من الإجابات يلي مرات بندور عليها. فبتيجي الرياضة الروحية أن نبتعد لكي نصفي أذهاننا وأيضا نصفي فعلا هذا الروح، لكي نعيش في داخلنا من خلال صلواتنا، من خلال قراءاتنا الروحية، دراستنا للكتاب المقدس، عودتنا لهذه الكلمة التي هي كلمة حياة موجودة في الكتاب المقدس. ومن خلال القراءة، من خلال الصلوات، هذه الوسائل تساعدنا على تطور إيماننا ونمو إيماننا بالشكل الصحيح، لنكون فعلا شهود لهذا الروح ولهذا التعليم المقدس يلي منعيشه في حياتنا. طبعا هناك مكان مناسب، هناك زمن مناسب، هناك أمور يلي بتخلينا فعلا نعيش بشكل عميق هذه التجربة مع هذا الروح يلي في داخلنا، لنقدر نطلع بالأخير بنتيجة فعلا وثمرة حقيقية لهاليومين ثلاثة يلي عشناهن منفصلين عن ضوضاء العالم. هذا ما يسمى في الرياضة الروحية يلي أيضا كهنتنا مدعوين لإلها كل سنة بسنتها، لنكون مع إخوتنا الآخرين في هذه المناسبة. خلينا نقول كمان أيضا لنكتسب من بعضنا البعض بعض الثمار ونتعرف على بعضنا البعض أكثر. على سبيل المثال هاي السنة وكل سنة في الماضي كنا نجتمع كهنة الأرض المقدسة في مكان معين خلينا نختبر هذا الروح بيناتنا ونعيش هذه الخبرات ونتبادل خبراتنا لنقدر نستفيد كلياتنا من هذا الموسم الذي هو موسم روحي للكنيسة. فبتمنى لكم أنتوا كمان تاخذوا هذه الخطوة وتدخلوا على ما يسمى رياضة روحية لترجعوا علاقتكم مع روح الله، روح المسيح الساكن فيكم، لأنكم هياكل الروح القدس وروح الله ساكن فيكم. يعطيكم العافية.